وزير الداخلية أرجع انخفاض عدد الحرائق المسجلة هذه السنة على المستوى الوطني إلى وجود مخطط تم اعتماده وتجسيده على أرض الواقع. لما نحضروا الأمة وننظموها مليح ونحضروا لها مسبات ما يقدر يكون إلا نجاح، ما يقدر يكون إلا نجاح. حرائق الغابات بين السنة الماضية والسنة هذه فرق كبير، والسبب يعني بسيط متمثل في أننا نستبق أحداث.